ايه ده فاتن انت هنا؟ وطي صوتك وطي صوتك. بصي انا كنت هنا وسمعت كل حاجه. ركزي معايا. اول ما ماما هتخش هتبصيني من هنا ومن هنا وهتقولي ان انا هاخدك معايا الدرج. ايه ده بجد والنبي هتوديني؟ اهم حاجه انت بس ايه تصري على الموضوع وخليكي ماسكه فيا كويس. اهلا اهلا. ظهرتي اخيرا، جيتي من السفر يا حبيبتي. بنادي عليكي ما بترديش ليه؟ انت هنا من امتى يا ايش ايش؟ ده انا بقالي بتاع نص ساعه كده ولا حاجه. بصي بقى ربنا حلها. ازاي؟ حضرتك تقعدي النهارده تشوفي اللي وراكي وفاتن تيجي معايا عشان نزور قبر بابا. نعم. والله 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 بقالي كذا يوم يا ماما بابا خفيف عليا كده، عايزه اروح ازوره. ده انت فيك الخير قوي. ها ومين اللي هينظف معايا؟ ها مين اللي هينظف؟ مين اللي بنادي عليكي من الصبح يا ماما؟ مين ينظف معاكي يا ماما؟ انت بتقولي كده؟ ده انت لو شاورتي مصباحي اللي كسته النور الحاره كلها هتيجي تنظف. وانا مخلفاكي ليه؟ احنا مخلفين البنات عشان يعملوا ايه؟ يلا يا بنتي يلا ساعديني يا بنتي، لم الغسيل يا بنتي يلا. بالذمة انت عندك دم انت؟ بتعاركوا في الحته يا خالد ومحدش يقول لي؟ نايم ايه وزفت يا اخي؟ ما تصحيني نايم. صحيني الله. مش هجيلك عند الحلاق ولا عايز اشوفك ولا انت ولا اخوك، ومش عايز الفرح كمان. ها اقفل، ما تعصبنيش اقفل، انت بايخ قوي. اما فاتتك حته حفله يا متر اقول لك ايه ولا ايه؟ ضرب وبلطقيه وزفه وزغاريد وليله كبيره قوي. بالصلاه على النبي، ولا كد ولا فشخره، احنا مش منظره، عملنا الواجب وبزياده كمان. انت على طول حشر مناخيرك في كل حاجه كده ليه كده بس يا متر؟ مش بحكي لك الفيلم اللي فاتك؟ هات لي سكريه يلا. كلمه بتقول اي كلمه يا بنتي؟ افهمي، ولا فيلم ولا حاجه. والله العظيم هوديك المقابر وهروح مشوار وارجع على طول. ما هو انا ما بخافش غير من مشاويرك دي، ولعلمك بقى عزه قالت لي على كل حاجه. ها طب بس اسكتي دلوقتي. الف بركه يا ست الكل، عقبال مفرح بعدلك قادر يا كريم. بحياتك يا سعاد، ممكن بس تساعدي ماما؟ من عينيا الاثنين. حاجة يا ام العريس، اجيب لك حاجة ولا اطلع على طول؟ لا لا ما تطلعيش دلوقتي. شايفة الاستاذ عوض؟ شايفاه. قولي له اطلع لماما. اقول من عينيا الاثنين. طب انا دي واطلع معاه؟ لا ما تطلعيش غير ما اندهلك. حاضر. والله لا اغني لك يا عاطف يا غالي، والله لا اغني لك واسهر الليالي. انا وانا هتهرب ليه؟ قول لنفسك، من ساعة الوكسة اللي حصلت في المديرية ما شفتش وشك ولا سألت عليا. سامحيني يا خال، حقك عليا، أنا بس الفترة اللي فاتت دي مشغول. الاسطوانة المشروخة اللي دايما بتقولها أواضي كتير، وأنا شايفاك بعناية قاعد على القهوة لا شغلة ولا بشغل. يا واد ده أنت كنت بتبقى مشغول وبتسأل عليا. أيوة أنا قلت لخالد لسه متخانق معاه عشان ما جاليش على عركة امبارح. بجد والله خالد، أنا مالي ومال خالد؟ ده صاحبك. أنا بتكلم عن نفسي مش أنا أمك. عوض، مش أنا زي أمك يا عوض. طبعاً ياما، ربنا يعلم أنت غلاوتك عندي قد إيه. أنت غلاوتك عندي بمقام أمي اللي ما شفتهاش. بس أنا عايز أقول لك على حاجة. ولا تقول لي ولا أقول لك. أنا اللي هقول لك. أنت خايف أبص في عينيك وأقول لك عرفت مكان فاتن إزاي؟ وأنا أخاف ليه؟ ما أنا قلت لخالد أنا شفتها بالصدفة وجلكت عليها لما طلعت العمارة، ما نعرفش بتاعت مين. وما جلكتش دلوقتي لما شفتها خارجة؟ ونهجلك ليه؟ ما طلع مع صاحبتها عادي ياما. الله صح يا خالة، هي مين البت اللي عاملة فيها شرهان؟